اللهم إنا نتوجه إليك ونسألك ونرجوك، ونحن نؤمن أنك السميع القريب المجيب الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو رب كل شيء، أول قبل كل شيء، وآخر بعد كل شيء، ظاهر فوق كل شيء، لا يعجزه في الأرض ولا في السماء شيء، يقدر على كل شيء، وهو رب كل شيء. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، يا من يقول للشيء إذا شاءه كن فيكون. يا الله يا الله يا الله، يا مجيب المضطرين، يا محب الملحين، يا سامع الداعين، يا مجيب أنات الباكين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. يا الله يا الله يا الله، أتيناك بضعفنا وذلنا ومسكنتنا، ونحن نجأر إليك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الأسماء إليك. اللهم يا من لا يخيب السائلين ولا يرد الطالبين ولا يؤخر الملحين، يا الله فرجا عاجلا، يا الله مخرجا قريبا. اللهم صن واحمي واحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلئك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم كن لهم ردءا وظهيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم احفظهم بما تحفظ به أولياءك، اللهم صن حرمتهم، اللهم احفظ مهجتهم، اللهم اسمع أناتهم، اللهم أجب ضراعاتهم، اللهم سل مصابهم، اللهم عز مصابهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.